بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن المحاضرة الرابعة من محاضرات Water Treatment Technology أو Water Purification. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت على المقدمة عن مصادر المياه وخصائصها، وخدنا فكرة عن المعالجات المختلفة اللي ممكن تتم الووتر تريتمنت على المياه، ومن ضمن التطبيقات بتاعة الووتر تريتمنت تكنولوجي اللي هي الووتر بيوريفيكيشن، ان انا بنقي المياه السطحية من اجل الشرب. وده التطبيق اللي احنا هنركز عليه، ان الووتر بيوريفيكيشن فور درينكينج ووتر. السيرفس ووتر عشان تتعالج وتبقى drinking water فيها مشكلتين أساسيتين: الكولويدال بارتكلز اللي هي الجسيمات العالقة الدقيقة اللي هي بتبقى في حالة استابيليتي نتيجة إنها دقيقة جدا وزنها يكاد يكون منعدم، فبالتالي الجرافيتي فورس مش هتخليها أو تسمح لها إن هي تترسب. وفي نفس الوقت اللي عاتلها حالة الاستابيليتي دي وجود شحنات سالبة بتحملها هذه البارتكلز، فبالتالي في ريبالشن فورس أو قوة تنافر ما بينها، فبتمنعها إن هي تتجمع مع بعضها، لأن لو اتجمعت طبعا وزنها يزيد وتترسب. يبقى كولويدال بارتكلز مشكلتها في حالة الاستابيليتي اللي هي بتتمتع بيها، اللي هي بتمنعها من الترسيب. طبعا مشكلتها الكبيرة في إن هي بتسبب عكارة ولون في المية، وطبعا بتحبط عمليات التطهير اللي ممكن تحصل المية. ايه بقى التطهير اللي هو disinfection؟ هو المشكلة التانية بقى من مشاكل الملوثات في المية، وهي الكائنات الحية الدقيقة. الكائنات الحية الدقيقة بيتم التخلص منها عن طريق التطهير او disinfection. يبقى هما مشكلتين اساسيتين: colloidal particles اللي هي جسيمات علقه دقيقه، وكائنات حيه دقيقه اللي هي المايكرو اورجانيزم اللي هي زي الفيروسات والبكتيريا والميكروبات، وطبعا الشق اللي احنا بنهتم بيه اللي هي كائنات الحيه الدقيقه الممرضه. في المحاضره دي، المحاضره الرابعه، عاوزين نتكلم على اولى مراحل عمليات التنقية في محطات المية، والمرحلة دي بتسمى الووتر كوليكشن، وهو تجميع المياه من المصدر. هناخد مقدمة وبعد كده هنتعرف على ما يسمى بالرو ووتر انتيك، وهو أحد مكونات محطة البيوريفيكيشن أو محطة التنقية، وهي المرحلة الأولى وهي التجميع من المصدر. هنتعرف على تعريف الانتيك أصلا وأنواعه المختلفة وتطبيقاته، وبعد كده مكونات الانتيك زي السكرينز، الكونديوت بايبس، الروتر، بامب سب. أول مرحلة من مراحل الووتر تريتمنت هي تجميع المياه من المصدر، collecting raw water from the source. المرحلة دي بتتم من خلال ما يسمى بالمأخذ أو الانتيك، وطبعا الانتيك هينقل المية من المصدر إلى مراحل التنقية من خلال الروتر بامبس أو ترمبات المياه العكر. طبعا الكلام ده بسبب إيه، أو أهمية وجود مأخذ إيه؟ إن المية دايما بتيجي من المصدر أو بتيجي في المصدر محملة طبعا بأفرع الشجر و الجرافلز وساند، صخور ومواد ملوثة كبيرة الحجم، من شأنها ان هي لو دخلت اولى مراحل التنقية او يعني دخلت على الماشينري بتاع محطات التنقية زي مثلا البامبس والكلام ده كله، ان هي تعمل فيها اتلاف. فبالتالي لازم الحاجات دي تتحجز في البداية خالص قبل المية ما تبدأ تدخل. يبقى تعريف الانتيك
هو structure built in a body of water source، يعني هو structure بيتحط على مصدر المية، وطبعا بيحتوي على all facilities اللي هي مطلوبة علشان تحول المية وتنقلها من المصدر إلى مراحل التنقية أو إلى وحدات. طبعا يبقى منطقي قوي ان الانتاج هيحتوي على مجموعه من السكرينز اللي هي هتحجز زي ما اتفقنا الاجسام الكبيره الحجم المحمله مع المياه اللي جايه في المصدر، وطبعا لازم تحتوي على كونديت اللي هي الايه المواسير الناقله من المأخذ عشان تروح الى بياره المياه العكره علشان تبدا طرمبات العكره لمراحل التنقيه. من اهم السمات بتاعه الانتيك، الانتيك فيوتشر، ان هو لازم يبقى ريليابل. ريليابل معناه ان يبقى فيه وثوقيه. يعني ايه وثوقيه؟ ان انا ابقى واثق او معتمد عليه بشكل كامل ان هو هيقوم بمهمته في الظروف المختلفه، يقوم بمهمته في الظروف المختلفه دون الخلل سواء بالكوانتيتي او الكواليتي. يعني المأخذ يجب أن يتناول أو يجب أن يعطي وظيفته في أسوأ الظروف دون الخلل بالكمية المطلوبة للمحطة، لمحطة التنقية، أو في أسوأ الظروف بالنسبة للكواليتي بتاعة الماء. فبالتالي يبقى من هنا بنتكلم على reliability اللي هي الوثوقية، ان انا اعتمد عليه في الظروف المختلفة لتحقيق الهدف منه. وطبعا هو من الحاجات اللي تعتبر مكلفة. ليه مكلفة؟ لان لما باجي اعمل محطة تنقية بحط في اعتباري ان المأخذ يكفي لسنوات طويلة، لان طبعا اي صيانة فيه او اي تجديد او اي توسعات هتؤدي. من الاهداف في تصميم الانتيك، انتيك ديزاين اوبجكتيفز، طبعا زي ما اتفقنا ريليابيلتي من الحاجات المهمه جدا. الوظيفه الاساسيه ان هو بريفنت اوبجكتس ذات مايت دامج بامبس، ان هو بيحجز او يمنع الاجسام اللي هي قد تؤدي الى تلف الترمبات. من اهداف التصميم بتاعته ان يبقى سيمبل فور مينتنانس، يبقى بسيط في صيانته، simple in operation، بسيط في تشغيله. يراعى ان يبقى فيه سبيس فور كليننج، لان طبعا المأخذ ده طالما هيحجز الاجسام كبيره الحجم يبقى فيه لازم تنظيف دوري ليه، فبالتالي لازم يبقى فيه adequate space او مساحات كافيه. flexibility بحيث ان هو يبقى فيه مرونه في تشغيله لتحقيق التصرف الأقصى المطلوب أو التصرف الجزئي، يبقى فيه flexibility في التشغيل. وطبعا إن هو يبقى فيه حماية against أو hydraulic surge والفلادز والحاجات دي. الانتيك location consideration، يعني اختيار المكان بتاع الانتيك بيخضع لشوية حاجات، من ضمنها الووتر ديبث، يعني عمق المية في المصدر عند مكان الانتيك لازم يتاخد في الاعتبار. تريتمنت فاسيليتيز، يعني الادوات او المرافق الموجوده كمكونات لمحطه التنقيه. الووتر كواليتي في المكان اللي انا هحطه في الانتيك، طبعا لازم اختار مكان يبقى مش ملوث، يبقى الووتر كواليتي فيه مستقره لحد كبير. الاليفيشن، طبعا الكوست من الحاجات المهمه جدا اللي تتاخد في الاعتبار. النافيجيشن، اذا كان في ملاحه بتتم في المصدر سواء نهر النيل او احد فروعه او الترعه وبيحصل فيها نافيجيشن، ما اعملش انا مأخذ يعوق عمليه النافيجيشن. ايه انواع التراش والدبرس اللي الميه كملوثات؟ في انواع كتير جدا من انواع الانتيك،
ابسطها هو البايب انتيك، والبايب انتيك عباره عن ماسوره بتمتد في المصدر علشان تسحب الميه من المصدر وتوصلها للمحطه. في نوع اسمه تاور انتيك، سبمرجد انتيك، موفابل انتيك، والشور انتيك. تعرف على كل نوع. البايب انتيك زي ما احنا زي ما قلنا هو مجرد ماسوره بتمتد الى زي ما احنا شايفين كده، ماسوره بتمتد الى المصدر. طبعا بيبقى فيه برضو هنا وقت مصفى على الدخول بتمنع دخول الاجسام مع الميه، وبالتالي الميه بتنتقل الى المحطه عبر هذه الماسوره. وطبعا بيبقى فيه استراكشر معدني موجود في المصدر بيحمل هذه الماسوره اللي احنا شايفينها. بيراعى بس ان بيبقى البايب انتيك بيتكون من يعني ماسورتين على الاقل، يعني ماسورتين على الاقل عشان تبقى واحده في حاله وجود صيانه. ده برضو منظر تاني للانتيك كاليفيجن، بيبين الاستراكشر اللي شايل البايب انتيك، وبيبين برضو لو احنا عندنا اكتر من ماسوره بين من البلان. سبمرجد انتيك ده بيستخدم لما يبقى فيه بوليوشن على سطح الميه نتيجه مثلا وجود ملاحه او وجود مراكب، ممكن تبقى فيه زيوت او حاجات زي كده على سطح الميه، فبيبقى السبمرجد انتيك هو المحبب. وبيبقى احيانا برضو عشان ما يمنعش حركه الملاحه، لانه ده بيبقى في القاع خالص، وزي ما احنا شايفين كده بيبقى برضو عليه الحمايه السكرين بتاعته، وبتبقى علويه كده، والميه تنزل تغذي ماسوره الانتيك اللي هي الانتيك كونديوت. ففي اشكال تانية من السبمرجد بالشكل ده، برضو هنا السكرين او المصفى، وده زي بيبقى نوع من الستاير الخشبيه او الحديديه، وده بيبقى يعني زي حجاره او زلط او سن بيملى الفراغ ده، وبعد كده المصافي بتحجب الأجسام الطافية، وبتنزل المية برضو عبر مواسير المأخذ، وده برضو شكل من أشكال المأخذ المغمور أو Submerged Intake. الموبابل انتيك ده بيبقى دايما بيستخدم في حالات الطوارئ، لأنه بيبقى قابل إن هو يتشال ويتحط، فطبعا ده بيستخدم في حالات الإمرجنسي، وبيبقى بيتكون من ماسورة مرنة زي الخرطوم بس طبعا بقطر كبير إلاستيك بايب، وبيمتد عبر النهر او عبر المصدر علشان يغذي المحطه ب التاور انتيك. زي ما احنا شايفين كده هو يعني تاور من شكله، هو شكل البرج او بنسميه مأخذ برج، بيستخدم برضو في لما في الغالب لما بيبقى المصدر عندي عباره عن نهر، وطبعا بيبقى بيسمح ان انا اسحب ميه من مناسيب مختلفه، سواء قريب يعني على دبس كبير او قريب من سطح الميه في المصدر. يعني زي ما احنا شايفين كده هو ممكن يسحب من سطح قريب لسطح الميه، او من منسوب قريب لسطح الميه، وممكن يسحب من منسوب عميق على حسب الهاي ليفل بتاع الووتر واللوست ليفل. وبرده اللي بيتحكم في العمليه دي، طبعا اللي بيتحكم في العمليه دي بوابات، يعني ممكن اقفل البوابات دي واسحب من فوق، او اقفل البوابات اللي فوق واسحب من تحت، على حسب برده مناسيب الميه المتاحه والملوثات الموجوده اللي انا ممكن ابقى مهتم ان انا اتخلص منها. فده اللي بيتطور انتيك. اخر حاجه هنتكلم عنها الشور انتيك، او بنسميه مأخذ الشاطئ، وده اللي بيستخدم في معظم المحطات. لو احنا بنتكلم عن محطات كبيره نسبيا، كبيره بمعنى ان الكباسيتي بتاعها عاليه بشكل نسبي، فبيبقى الانسب ان انا استخدم الشور انتيك زي ما احنا شايفين كده. والشور انتيك هو كونستراكشن بيلت ات ذا شور، يعني هو كونستراكشن بيتبنى او بينشا على شاطئ السورس، سواء السورس ده هو ترعة زي في الصورة اللي قدامنا، أو هو نهر النيل مباشرة.
فبالتالي هو كونستراكشن بيتبنى على الشاطئ، عشان كده اسمه شور انتيك من هذه التسميه. طبعا بيحتوي على مجموعه من الجيتس، من مجموعه من البوابات، لان دايما الانتيك زي ما احنا قلنا حتى في البايب انتيك بيتكون من جزئين سيميلر لبعض على اساس ان هو يسمح بعمليات الصيانه. فاحنا نبص كده نلاقي في اتنين ترين هم داخل الانتيك سيميلر لبعض، فبالتالي عشان انقل من مجموعه للتانيه او اشغل المجموعتين مع بعض بحتاج مجموعه من البوابات، مجموعه من السكرينز او المصافي اللي هي تتخلص من الاجسام الكبيره. ده منظر تاني للشور انتيك، هو يعني بيبين لي هنا الجيت، هي الجيت اللي ممكن تقفل المسار بتاع الميه ما يمشيش في الاتجاه ده ويمشي في الاتجاه الاخر. ودي دي مثلا مصفه اسمها بار سكرين هنتعرف عليها بعد شويه، وفي مصفه تانيه واخده شكل تاني ممكن يبقى اسمها فاين سكرين زي ما احنا هنشوف. يبقى المأخذ هو او الشور انتيك باختصار ومنشأ خرساني بينشأ على المصدر مباشرة او على شاطئ المصدر، عشان كده اسمه شور انتيك، وبيحتوي على مجموعة من البوابات والمصافي بانواعها المختلفة. وطبعا الغرض منه زي ما هو الغرض من اي نوع من انواع المأخذ، هو نقل المياه وتحويلها من المصدر الى محطة التنقية عبر الترمبات العجر. طبعا ده منظر الشور انتيك، والريفرنس نوت في الرسم ده للكود المصري اللي هو بيحط المعايير المختلفة للتصميم لكل وحدات المحطة. يبقى نلاحظ نوت من البلان ده ان ده الشور انتيك هوت، يعني المصدر مثلا هيكون هنا، وده المنشأ الخرساني اللي بدأت المية تدخل الى مكونات الانتيك عبره، وطبعا دي مجموعة من المصافي، وبعد كده الكونديوت بايب اللي هتنقل المية بعد ما المصافي دي حجزت الاجسام اللي كانت فيها هتنقلها لمين؟ لبيارة عشان الترومبات تسحب منها. فاذا الغرض من المصافي دي انها تمنع الاجسام اللي كانت موجوده مع الميه هنا انها توصل للترومبات دي، لان لو وصلت للترومبات هيحصل دامج ليه. وده طبعا الاليفيشن اهوت، فدي الكونديوت بايب هتوصل هنا للصمب، الصمب اللي هي بياره السحب بتاعه الترومبات، ودي ماسوره السحب، ودي البامب اللي هتسحب الميه من الانتيك وتبدا تضخها على مراحل التنقيه. عشان كده ده البامب روم وده الصمب اللي هي بياره السحب بتاعتها. تمام، هنا يعني ناخد بالنا من الرسمه دي، لان احنا هنتكلم بعد شويه عن معايير التصميم بتاعه الصمب دي. اراعي ان الصمب داخل لها مواسير السحب بتاعه الترمبات، فطبعا لازم اراعي ان اللينث بتاعها يكون مستوعب المواسير دي بالمسافات البينيه اللي بينها. وده احد يعني الحاجات اللي بتتاخد في الاعتبار لما اجي اصمم ابعاد الصمب. كونديوت بايب برضو يفضل ان هي تكون أكتر من واحدة على أساس تسمح بعمليات الصيانة. يبقى شور انتيك زيه زي بقية الانتيكس إن هو بيسحب المية باي جرافيتي فروم ذا ووتر سورس، بيسحب المية بالجرافيتي من مصدر المية إلى روتر بامب صمب إلى بيارة سحب الترمبات العكرة اللي هي موجودة في التريتمنت بلانت. بيستخدم الشور انتيك، طبعا احنا اهتمينا شويه بالشور انتيك لان ده في معظم الاحيان احنا بنستخدمه في المحطات الكبيره نسبيا زي ما اتفقنا. بيستخدم في القنوات اللي هي بتسمح بعمليه النافيجيشن، عمليه الملاحه، طبعا زي ما اتفقنا اللي هو اللارج ووتر ديستشارج، التصرفات العاليه للمحطات، ان البوليوشن بيبقى فيه قليل على الشور او على الشاطئ، فبالتالي بيبقى المناسب للشور انتيك. ان الووتر تريتمنت بلانت او محطه التنقيه بتبقى نسبيا قريبه للووتر سورس، يعني محطه الى حد ما جنب السورس او قريبه منه. طبعا افضل مكان للشور انتيك طبعا بنراعي فيه برضو الديبث بتاع الووتر والاستابيليتي، ان تبقى فيه ستيبل تشانل او القناه اللي هي المصدر، تعتبر
حد ما ستيبل، والكواليتي الى حد ما مستقره بتاعت الميه في المصدر ده، ما تبقاش متغيره او متفاوته في الكواليتي بتاعتها. الانتيك لوكيشن يراعى ان هو يبقى اب ستريم لو في اي مصدر من مصادر التلوث، لو في مصدر من مصادر التلوث يبقى هو اب ستريم، ما يبقاش داون ستريم ليها عشان الملوثات دي ما تدخلش الانتيك. وان الكواليتي بتاعت الميه تبقى بعيده عن اي مصدر لدخول البوليوشن جوه المحطه. فبالتالي يعني ممكن نعمل دراسه كويسه جدا عن الووتر كواليتي في التشانل، ومع ذلك دخول بوليوشن هيغير لي الدنيا خالص لو هي ما هياش اب ستريم للميه. كمان الووتر كواليتي نير وان بانك، يعني الووتر كواليتي القريبه من مصدر معين للميه بيتاثر تاثر كبير بالكواليتي المختلفه في الميد ستريم في الاوبوزيت شور، يعني بتبقى مختلفه في الشاطئ المقابل ليه بشكل. مكونات الشور انتيك زي ما اتفقنا، مجموعه من السكرينز، الكونديوت بايب اللي هتنقل الميه بعد مرورها على السكرين وتوديها للووتر بامب صمب. يبقى دي المكونات الرئيسيه بتاعه الشور انتيك، سكرين، كونديوت بايب، والصمب بتاعت السكرين. لو جينا نتكلم عن السكرين كأحد مكونات الشور انتيك، طبعا هي وظيفتها انها بروتكت البلانت، يعني بتحمي المحطة من دخول اللارج اوبجكتس، بتحمي المحطة من دخول الأجسام كبيرة الحجم اللي هي ممكن تسبب بلوكج، يعني بتسبب انسداد او دامج للديفرنت بارتس بتاعت المحط. البار سكرين في الغالب يعني كنوع من انواع السكرينز بيبقى في عندنا البار سكرين، هي اللي بتستخدم دايما في الغالب كاول نوع من انواع السكرينز في الشور انتيك، وهي عباره عن بارات معدنيه راسيه او مايله وما بينها سبيس. السبيس طبعا ده هو اللي بيسمح بمرور الميه، والبارات بتحجز الاجسام. في مجموعه من الاعتبارات المفروض ان هي تتاخد عند تصميم السكرين، اولها طبعا الكليننج اوف ذا سكرين، يعني لازم افكر ازاي هنظف المصافي دي، لان المصافي ديت هي اللي هتحجز الاجسام الكبيره، فلازم يكون في طريقه لتنظيفها وطريقه سهله، ان يبقى في تشغيلها وصيانتها تبقى برضو بطريقة سهلة. طبعا البارات الموجودة دي بتسبب هيدلوس، يبقى فيه هيدلوس ثرو سكرين. لا الهيدلوس ده بيتناسب مع الفلو، فبالتالي بيبقى الهيدلوس عالي جدا عند البيك فلو. الهيدلوس عند البيك فلو المفروض ان هو ما يعديش 1.5 متر، طبعا مع وجود الاجسام اللي هو حجزها، لان طبعا كل ما السكرين تحجز اجسام قدامه بيحصل فيه هيد لوس قبل ما بين قبل وبعد السكرين. ان السرعه خلال الفتحات بتاعه السكرين ما تزيدش عن 1.5 متر على الثانيه في الماكسيمم ديزاين فلو. طبعا لازم برضو يبقى فيه ديورابيليتي وفيه ريليابيليتي للسكرينز. وظيفتها ان طبعا ايه، بتحمي المي، بتحمي البامبس والكونديوت بايبس والفاسيلتيز من الاجسام اللي هي مصاحبه للميه. الافكت اوف فيش اللي هي الاسماك انها تدخل الميه، بتمنعها انها تدخل الميه او بتقللها بقدر الامكان. بتشيل السسبندد بارتيكولاتس فروم ذا ووتر. لو جينا نعمل كلاسيفيكيشن او نعمل تصنيف لانواع السكرينز، ممكن تتصنف على حسب السايز بتاع السوليدز اللي بيتحجز قدامها، وبالتالي هي بتتصنف على حسب الكلير اوبننج، يعني على حسب الفتحات بتاعتها. فممكن تتصنف في الحاله دي الى كورس سكرين وفاين سكرين،
يعني لو هي بتحجز جسيمات او اجسام كبيره الحجم بنسميها كورس سكرين، الاقل منها شويه بتبقى الفاين سكرين. ممكن تتصنف على حسب الكليننج سيستم، لان احنا اتفقنا ان موضوع تنظيف المصافي من الحاجات الاساسيه، لان هي كده كده هتحجز اجسام قدامها فلازم تتنظف. الكليننج ده ممكن يتم مانيوال يعني يدوي، او يتم ميكانيكالي عن طريق موتور. ممكن تتصنف على حسب الاوبريشن سيستم، برضو ممكن تبقى مانيوالي واوتوماتيك. يعني ايه؟ يعني لو هي موتورايزد، لو انا بنظف السكرين دي عن طريق موتور، الموتور ده هيشتغل يدوي، يعني واحد هيروح يضغط على زرار يوم الموتور يشتغل، ولا في سنسورز هتحس ان المصافي دي بدأت تتسد وبالتالي الموتور يشتغل اوتوماتيك. طبعا ده موجود وده موجود، فبالتالي بيبقى فيه مانيوال اور اوتوماتيك كنترول. برضو على حسب الشيب بتاع الباسج، على حسب المسار، ممكن تبقى بار اور مش سكرين. كورس سكرين وفي الغالب بتبقى بار او راكس، يعني عباره عن برات معدنيه بتتكون من برات متوازيه ما بينها فراغات. الفراغات دي ممكن تبدا من نص بوصه لحد 4 بوصه، اللي هو السبيسنج ما بين البار وبعضها. البارات دي ممكن تبقى رأسية أو بتميل بزاوية معينة على الرأسي، ويفضل إن طبعا إن هي تبقى مايلة، لأن كون المصفى بتبقى مايلة بيبقى بيسهل عملية الكلينينج، لأن هيسهل عملية انزلاق الأجسام اللي اتحجزت عليها وبالتالي تنضف بسهولة زي ما هنشوف كده في صورة بعد كده، وبتزود الأريا اللي متعرضة للمية، فبالتالي برضو يعني بتزود الكميه اللي داخله للمصافي. بس هي مشكلتها لما بعملها مايله انها بتحتاج مور سبيس، يعني بتحتاج مكان اكبر لكونها تبقى فيرتيكال. دي المصفى الانكلاين ده هي بتبقى مايله زي ما احنا شايفين كده، في تنظيفها بتكون اسهل لان الايه الملوثات اللي هتتجمع هنا سهله قوي تنزلق على المصفى المايله، غير لما تبقى فيرتيكالي او بتبقى رأسيه بالكامل. تمام، ده تنظيف يدوي زي ما احنا شايفين كده، لما الجسيمات او الاجسام بتتحجز على المصفى في واحد بيجي يدويا بآلة معاه كده او بأداه يقدر يشيلها، ودي عباره عن ميكانيكال يعني عن طريق موتور اهو زي ما احنا شايفين، يعني بدل ما بتتشال يدوي. هي نفس الفكره، هي برات برضو بار سكرين بس بتتنظف بطريقه ميكانيكيه، وزي ما اتفقنا الموتور ده ممكن يشتغل يدوي بمعنى ان واحد يجي يشغل الموتور، او هي ممكن يشتغل اوتوماتيك عن طريق سنسورز بتحس ان المصفى دي اتسدت، عن طريق ان هو بيبقى عارف ان حصل هيد لوس عالي قبل وبعد السكرين، فبالتالي بيتنبأ او ده بيبقى انديكيشن ان المصفى دي بدأت تتسد، وبالتالي الموتور بيشتغل اوتوماتيك علشان ينظف. ده منظر انتيك، دي مصاف بيبدا بكورس سكرين بتبقى واسعه كده، السبيسنج بتاعها بتبقى كبير وبتتنظف بطريقه مانيوال، وبعد كده ممكن تروح للميكانيكال سكرين اللي بتتنظف بطريقه ميكانيكيه، وبعد كده يقدر يروح لما يسمى بعد كده للفاين سكرين اللي ممكن تبقى مش سكرين. يعني ايه مش سكرين؟ يعني ما هي ما بتبقاش عباره عن برات بقى في الحاله دي، بتبقى عباره عن يعني جسم او مساحه مثقبة، يعني فيها ثقوب بتسمح بمرور الأجسام اللي هي مثلا ممكن تقل عن 4 ملي، فبالتالي هنا بنسميها الفاين سكرين. فاين سكرين يعني بتشيل الأجسام. ده منظر الفاين سكرين اهوت اللي هي بنسميها فاين باند سكرين، بتبقى عبارة عن مش يعني مساحة زي المصفى بالظبط. طبعا بتبقى دقيقة جدا، المصفى بتمر خلالها فبالتالي بتحجز الاجسام اللي بيزيد حجمها عن 4. لو جينا نتكلم عن معايير التصميم او ديزاين كريتيريا اللي هي البار سبيسنج بالنسبه للبار سكرين، لو احنا عملنا مرحلتين كورس سكرين وفاين سكرين، او كورس بار سكرين وفاين بار سكرين، ممكن تبقى المرحله الاولى من 40 ل 100 ملي، والمرحله الثانيه من 10
ل 40 مللي. الانكلينيشن يعني الميل بتاع السكرين زي ما احنا اتفقنا يفضل انها تبقى مايله ما تبقاش راسيه، بتبقى من 60 ل 80 درجه. الابروتش فيلوسيتي اللي هي سرعه الوصول للسكرين بتبقى من 4 من 10 ل 6 من 10، يعني المايه اللي ماشيه اللي في التشانل قبل ما توصل للسكرين بتبقى دي سرعتها، يفضل ان هي ما تقلش عن كده عشان ما يحصلش ترسبات قبل الوصول الى السكرين. الفيلوسيتي ثرو سكرين يعني السرعه خلال البارات، يعني اللي ماشيه في السبيسنج ما بين البارز وبعضها المفروض ما تزيدش عن 1.5 عشان ما يحصلش بنتريشن او يحصل اختراق للحاجات الاجسام اللي اتكونت على سطح السكرين. لو السرعه زايده هتقدر تدفع هذه الاجسام انها تعدي ما بين السكرينز وبعضها، فبالتالي السرعه هنا المفروض ما تزيدش كمان عشان ما تزودش الهيد لوس خلال البار سكرين ديزاين. بعد ما شفنا الديزاين كريتيريا اللي فاتت، من الحاجات المهمه جدا ان انا اقدر احسب الهيد لوس خلال البار سكرين من خلال المعادله دي دلتا اتش. انا لاحظ ان اهوت ان ده الليفل بتاع الميه قبل السكرين وده الليفل بتاع الميه بعد السكرين. الاحظ ان طبعا ان الليفل بعد السكرين قل شويه عن اللي قبلها بسبب الهيد لوس اللي حصل خلال السكرين. يبقى خلال السكرين دي حصل هيد لوس ادى الى انخفاض منسوب الميه بعد السكرين، فبالتالي في دلتا اتش اللي هي اتش 1 ناقص اتش 2 اللي هو الهيد لوس بيساوي في تربيع اللي هي الثرو فيلوستي اللي هي الفيلوستي او السبيد بتاعت الووتر خلال البارات دي اللي هي في كابيتال ناقص في تربيع اللي هي السمول اللي هي الابروتش فيلوستي اللي هي سرعه الميه في التشانل قبل ما توصل للسكرين، دي تربيع ودي تربيع على 2 جي سي تربيع. السي ده اللي هو كونستانت بيتوقف على شكل السكرين نفسه. السي تربيع لو هو بنسميه الديسشارج كوفيشنت بيساوي في الغالب 84 من 100 للبار راكس، وبالتالي لو عوضنا عن 84% بتطلع سي تربيع 7 من 10 وبنختصر المعادله لان دلتا اتش بتساوي 1 على 7 من 10 في تربيع ناقص في تربيع على 2 جي. طبعا دي الثرو فيلوستي ودي الابروتش فيلوستي. برضو في معادله ثانيه بتحسب او بنستخدمها في الهيدروليك ديزاين بتاع السكرين، هنا داخل فيها الابعاد بتاعت السكرين اللي هو الماكسيمم ويتس بتاع البار، وعندي الكلير سبيسنج اللي هو البي، فبالتالي طبعا السيتا اللي هي زاويه الميل بتاعت السكرين والفي اللي هي الابروتش فيلوستي. فهنا برضو اقدر بدلاله الهيد لوس ان انا احصل على او اعمل اوبتمايزيشن لابعاد السكرين زي ما احنا شايفين من المعادله ديت. وطبعا هنا اهوت برضو عندي الكونستانت اللي هو البي ليه قيم بتختلف على حسب شكل البارز نفسها، فالبار ممكن يبقى ريكتانجلر او ممكن يبقى سيمي سيركولر او سيركولر على حسب شكل البار نفسها، لان البارات دي ممكن تبقى مربعه او مستطيله او نصف دائريه، ممكن تبقى دائريه بالكامل، وبالتالي بيختلف عندي الكونستانت اللي انا بستخدمه في المعادله. برضو للفاين سكرين او المش سكرين ممكن استخدم المعادله دي. يبقى دي مجموعه من المعادلات اللي بتستخدم في الهيدروليك ديزاين اللي انا بقدر احسب بيها الهيد لوس بدلاله الدايمنشنز بتاعه السكرين او بدلاله برضو السرعات سواء الابروتش فيلوستي او الثرو فيلوستي. وطبعا في امثله توضيحيه هتوضح ازاي نستخدم هذه المعادلات في عملية الهيدروليك ديزاين. بعد ما شفنا المعادلات دي أقدر نشوف عاوزين نشوف إزاي نحسب أو إزاي نعمل ديزاين للبار سكرين مثلا على سبيل المثال، أحدد الدايمنشن بتاعتها إزاي.
ان انا بيبقى عندي الاريا دي اللي هي بتاعت التشانل اللي ماشي فيها اللي انا هحط فيها السكرين. يعني انا عندي التشانل في البدايه بتاعت الانتيك هركب فيها السكرين، فانا عاوز اعرف التشانل دي ابعادها ايه. فقبل ما اوصل للسكرين بيبقى عندي السرعه بتاعت الميه اسمها ابروتش فيلوسيتي، سرعه الوصول. فالكيو، وطبعا الكيو ديت اللي هي الكيو التصميميه بتاعت المحطه اللي هو الديستشارج التصميمي للمحطه، لما اقسم الديستشارج على الابروتش فيلوسيتي هتجيب لي الاريا بتاعت التشانل اللي انا هركب عليها السكرين. طيب جبت الاريا، طبعا الاريا دي بتساوي عرض التشانل في الاتش ماكسيمم. الاتش ماكسيمم اللي هي اقصى ارتفاع للميه في التشانل، لان طبعا احنا عارفين ان الميه في التشانل بتاعت الانتيك بتبقى متغيره على حسب تغير منسوب الميه في المصدر نفسه. منسوب الميه في المصدر مش ثابت، بقى له اتش مينيمم واتش ماكسيمم. لما اجي احسب الويدث طبعا احسبها على الاتش ماكسيمم بحيث ان هي تديني اقل عرض ممكن استخدمه، اقل عرض. بعد كده اقدر احسب الطول بتاع السكرين اللي هو الاتش ماكسيمم على ساين بيتا واضربه في فاكتور اوف سيفتي وليكن 1.25. بعد كده اقدر احسب عدد البارز. عدد البارز ده بيساوي الويدث زائد سبيس، الاس ده اللي هو السبيس ما بين البارز وبعضها. انا بعتبر ان البارات هيبقى فيه نص السبيسنج في البدايه من اليمين ونص سبيسنج من الشمال، يبقى مجموعهم اس زائد الدبليو، وبعدين اقسمها على الاي زائد اس. الاس اللي هي السبيسنج والاي اللي هي البار سيكنس، والبار سيكنس بنفترض دايما انها بتبقى في حدود 10 مللي. يبقى من المعادله دي الدبليو اللي هي الويدث بتاعت السكرين، والاس السبيسنج بتوين بارز، الاي اللي هو الثيكنس بتاع البار. من هنا اقدر احدد عدد البارات اللي موجوده في السكرين. وطبعا الاس اللي هي السبيسنج بتفترض بقى على حسب انا بصمم، لو كورس سكرين مثلا ممكن افترض انه 40 مللي او 10 مللي على حسب انا بصمم كورس سكرين ولا فاين سكرين، وبالتالي اقدر الكونديوت انتيك كونديوت ده اللي هي وسيلة توصيل المية من بعد السكرين لحد الصمب، ممكن تبقى بايب لاين او تانل او تشانل، يعني تبقى لاما مواسير لاما قناة بتوصل المية. بختارها بحيث ان انا بعمل بالانس ما بين حاجتين، ان ما بقاش فيه هيد لوس. لو انا بختار مثلا ماسورة موصلة ما بعد السكرين لحد الصمب، ما يبقاش قطر صغير قوي ومساحه صغيره تقوم تسبب لص كبير او تسبب هيد لص خلال الماسوره، وخصوصا عند الهاي فلوريت. وان هي ما تبقاش برضو القطر بتاعها كبير قوي، فبالتالي السرعه تبقى واطيه قوي. لما السرعه تبقى واطيه هيسمح بديبوزيشن او بيسمح بعمليه ترصيب. يبقى ده بيبقى عين على حاجتين، لا تبقى السرعه منخفضه جدا تسمح بالترصيب، ولا عاليه جدا تسبب هيدلوس عالي. لما اجي اصمم الكونديت بايب بفترض دايما انها اكتر من او يساوي ماسورتين، ما ينفعش تبقى ماسوره واحده ابدا. بعد كده الفيلوسيتي في الكونديت المفروض ان هي زي ما اتفقنا ما تقلش عن حد معين عشان ما يحصلش ترسيب، وما تزيدش عن حد معين عشان ما تسببش هيدلوس عالي. من القانون البسيط اللي هو بتاع الديستشارج بتساوي الاريا في الفيلوسيتي. طبعا الديستشارج بتبقى عندي ده الديستشارج التصميمي، اقدر استخدمه، اقدر افرض فيلوسيتي في الرينج المسموح به في الديزاين. ومن هنا انا يبقى انا عندي الفيلوسيتي وعندي الكيو، اقدر اجيب الديامتر بتاع البايب. طبعا هيطلع لي ديامتر ممكن ما يبقاش قياسي، ما يبقاش ستاندرد، يعني طبعا المواسير بتتصنع في المصانع باقطار ستاندرد او اقطار قياسيه. فلما بيطلع لي البايب ديامتر بختار انا بقى قطر قياسي او ستاندرد،
يعني عشان اضمن ان هو موجود في السوق. وبعد ما اختار هذا القطر، سواء بيبقى اكبر شوية من المحسوب او اقل شوية، اعمل ريكالكوليت للفيلوسيتي واتاكد ان هي ويزن الرينج المطلوب. طبعا الهيد لوس معروف المعادلة بتاعته اللي هي دارسي لو، اللي هي اف ال على دي في تربيع على 2 جي. الاف اللي هو الفريكشن فاكتور، ال طول الماسوره، ده الدايمتر بتاع الماسوره، دي السرعه داخل الماسوره اللي هي الفي على 2 جي. ده بيبقى الميجور لوسز، وبيبقى فيه مجموعه ماينور لوسز اللي هي في القطع اللي موجوده في الماسوره، سواء محابس او البو او كلام من ده، بجمعها كلها، بجمع الكيهات بتاع الكي بتاعتها اللي هي المعاملات بتاعتها، وتضرب في في تربيع 2 جي عشان تجيب اللوسز. طبعا فريكشن فاكتور بيجي من الماب او من الخريطه، او طبعا لان هو عشان تجيبه بيبقى عن طريق تراي اند ايرور، فبيبقى سهل جدا ان انت تجيبه من الشارت بتاعت حساب الفريكشن لوس عن طريق حاجتين. بيبقى عندي تو بارامترز اللي هي الرينولد نمبر بحسبها رو في دي على ميو، وبحسب الريلاتيف رافنس اللي هو بيبقى الرافنس على الدي، وبدخل جوه التشارت بجيب الاف. يبقى الاف دي ما بفترضش انها ثابته، لا ده بتبقى متغيره على حسب الريونوز نمبر وعلى حسب الريلاتيف رافنس. اخر حاجه البامب سامب، اللي هي البياره اللي هجمع فيها الميه علشان ترمبات الميه العكره تسحبها طبعا بعد ما اتخلصت من الاجسام اللي كانت فيها، علشان توجهها ناحيه الوحدات التنقيه اللي داخل المحطه. ده منظر البياره اللي هي الووتر سامب، ودي ماسوره السحب بتاعت الووتر بامب بالمنظر ده. ده اليفيجن وده بلان. زي ما احنا شايفين كده الابعاد بتاعتها تتوقف على عدد مواسير السحب الموجوده والسبيسنج اللي ما بينها، اللي هي المسافات ما بين الماسوره والتانيه، بحيث ان هي اللينس بتاع البياره يسمح بتركيب مواسير السحب بالشكل ده. وطبعا برضو الليفل بتاعها بيعتمد على الليفل بتاع الميه، لان الميه في النهايه جايه لها من هنا من الانتيك عن طريق الجرافيتي، فبالتالي السورس هنا لما المنسوب بتاعه بيتغير برضه هنا المنسوب بتاع البياره بيتغير. لو شفنا المعايير التصميميه بتاعت الووتر سام، ان الريتنشن تايم من 5 ل 15 دقيقه. ريتنشن تايم يعني زمن المكث او زمن البقاء بتاع الميه داخل البياره من 5 ل 15. طبعا الفوليوم بتاع البياره بضرب الكيو اللي هو الديسشارج بتاع المحطه في الريتنشن تايم، فبالتالي بيجيب لي الفوليوم. الويدث عندي ما بيزيدش عن 1.5، لما يبقى عندي ويدث وعندي فوليوم هقدر اجيب بقيه الابعاد، لان انا برضو الدبس هفترض او مش هفترض، الدبس بيتحكم في المينيمم والماكسيمم سورس ليفل، لان احنا اتفقنا ان هو بيبقى متغير. ويفضل طبعا تقسيم البياره لجزئين، برضو بيفصل ما بينهم بوابه او محبس. الخاصيه المهمه جدا او الكريتيريا المهمه ان الابروتش فيلوستي اوف بامب ساكشن بايب ما تزيدش عن 3/10 متر في الثانيه. يعني ايه؟ يعني سرعه وصول الميه الى الماسوره. يعني احنا عارفين ان هو الميه هتبقى داخله الى ماسوره السحب اللي هي موجوده جوه البياره بسرعه معينه، السرعه دي لا تتجاوز 5/10 باي حال من الاحوال، والمفروض ان هي تبقى 3/10 از ابو سبيد. البامب ساكشن بايب اللي هي مواسير السحب اللي موجوده في الصمب، اللي هي البامبس هتستخدمها في سحب الميه، المفروض سرعتها بتبقى من 7/10 ل 1.7 تقريبا، على حسب ايه؟ على حسب البامب هيد، وده طبعا برضو طبقا للكود المصري. فالسرعه دي بتبقى 76%، بتبقى قليله جدا لو البامب هيد صغير في حدود 4.5 متر.
السرعة دي مسموح إنها تزيد لواحد واتنين من عشرة لو البامب هيد لحد 15 متر، وممكن توصل لواحد وستة وسبعين من مية لو البامب هيد 15 متر. يفضل طبعا السكشن بايب ما يبقاش فيها إلبوس كتير عشان ما تعملش برجر لوس أو هيد لوس عالي يسبب بعد كده كافيتيشن. السكشن بايب المفروض تبقى قصيرة برضو عشان الهيد لوس ما يزيدش وستريت. يفضل انها تزود بسترينر، استرينر يعني مصفى برضو بتتحط في بداية السكشن بايب، و ان يبقى فيه سبميرجنس يعني تبقى الماسورة مغمورة بالمية. توايس استرينر ديامتر يعني مرتين قد الديامتر بتاع الاسترينر، او ثلاث مرات قد الديامتر بتاع الماسورة نفسها. كل دي معايير تصميمية في تصميم الصمب او خطوط السحب. بعد كده من الحاجات المهمة برضو في البداية خالص ان انا اقدر اقيس الفلو او الديستشارج بتاع المحطة عشان ابقى عارف المحطة دي داخل لها وروتر قد ايه، فبالتالي بيبقى من المهم جدا ان انا اعمل مترنج، اعمل قياس لكمية المية العكرة اللي داخل المحطة علشان تتحكم في الفلوريت. يعني الفلوريت ده بيبقى داخل في كل مراحل التنقية، ازاي اتحكم في مراحل التنقية دي؟ عن طريق لازم ابقى قايس الفلوريت قد ايه، لان هتحكم في كمية الكيميكالز اللي انا هضيفها زي ما هنشوف بعد كده على حسب الفلوريت اللي داخل وهكذا. يبقى ادجاست الكيميكالز علشان احسب برضو الافشنسي بتاعت البامبس، ابقى عارف ان فعلا الترمبات بتضخ المية بالتصرف المطلوب، وان انا اعمل كوست اكاونت او احسب تكاليف البيوروفيكيشن يونت اللي موجودة عندي في المحطة مختلفة للفلوميترز اللي هي هتقيس الديسشارج بتاع المحطة، منها والاكثر شيوعا الالتراسونيك، بيتميز طبعا ان هو مبقاش امبيدد جوه الماسورة، ممكن بيقيس السرعة عن طريق حساسات موجودة على سطح الماسورة من الخارجي. في الكتروماجنتيك، في الديفرنشال بريشر زي الاورفيس والحاجات دي، وفي التربين ميترز. دي كانت انواع الفلوميترز اللي ممكن تستخدم في قياس الروتر اللي داخل المحطة. بشكركم جزيلا، وان شاء الله نكمل مع بعض باقي المحاضرات في الايام اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.